حياكم الله مشاهدينا، وايضا نرحب بكل من انضم لمتابعه حلقه الليله من برنامج من عمان، ونقول له تاخرت، انت وصلت في المحطه الاخيره من عمر برنامجنا واللي راح نتحدث فيها عن مؤتمر المواد اللافلزيه 2023. هذا المؤتمر الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة في جمعية حماية المواد والأداء فرع سلطنة عمان بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان خلال الفترة من الرابع وحتى السادس اليوم من سبتمبر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. راح نعرف أكثر عن هذا المؤتمر، عن أيضا يعني بشكل خاص المواد اللافلزية، هذا الاهتمام اللي صار بهذه المواد من خلال ضيوفنا اللي منورينا في الاستديو. ارحب بالاستاذ احمد بن عبد الله اليحيائي، امين سر جمعيه حمايه المواد والاداء فرع سلطنه عمان. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. حياك الله استاذ عايده ومساكم الله بالخير. اهلا وسهلا. وايضا نرحب بالاستاذه هبه الله بنت حميد الجابري، عضو جمعيه حمايه المواد والاداء. اهلا وسهلا يا هبه الله. حياك الله. إذن قبل لا نعرف عن هذا المؤتمر، يمكن الكثير من المشاهدين يسمعون لأول مرة عن هذه الجمعية، جمعية حماية المواد والأداء، نعرفهم فيها. نعم، جمعية حماية المواد والأداء هي عبارة عن جمعية أو منظمة عالمية مهتمة بمسألة أو مشكلة التآكل في المواد وكيفية طرق الوقاية والحماية وما هي التقنيات الحديثة المستخدمة في حل هذه المشكلة. يوجد في سلطنة عمان فرع لهذه الجمعية ممثلا في فرع سلطنة عمان يمثل الجمعية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هي المنظمة في الولايات المتحدة. نعم نعم. وليها فرع طبعا جمعيا موجودة هنا. نعم، نعم في سلطنة عمان. نعم. ويقوم هذا الفرع بتنظيم الفعاليات، المؤتمرات، وكل ما يخص التوعية والتقنيات الحديثة التي قد تستخدم لحل مشكلة التآكل. هذه الجمعية موجودة في السلطنة من فترة طويلة تقريبا، من 2011. نعم نعم, نعم. بدأ تأسيسها الجمعية من فترة طويلة في سلطنة عمان، وهي تندرج حاليا انضمت قبل فترة بسيطة إلى جمعية المهندسين العمانية. وهذا يضيف للجمعية قاعدة قوية، قاعدة جماهيرية، حضور للمؤتمرات بشكل أكبر، و توعية المجتمع بمشكلة التآكل وكيفية الحماية، حماية المواد من مشكلة التآكل. جميل. إذن خلاص الحين نروح لموضوعنا الأساسي بعد ما عرفنا مشاهدنا الكريم على هذه الجمعية. إذن مؤتمر اللي هو المواد اللافلزية، نعرف أكثر عن هذا المؤتمر وأهميته والهدف من إقامته. هذا المؤتمر أقيم خلال هذه الفترة. نعم. أهميته تكمن في زيادة الوعي حول هذه المواد اللافلزية. نعم. وأيضا إتاحة الفرص للشركات المصنعة لعرض منتجاتها مع الشركات المهتمة بهذا المجال، وإتاحة الفرص للخبراء عرض خبراتهم ومشاريعهم البحثية، بحيث أنه المهتمين يطلعوا على آخر التحديثات والتطورات الحاصلة في هذا المجال. جميل. ومثل ما ذكرت في بداية البرنامج أن عدد المشاركين في هذا المؤتمر تجاوز 400 مشارك. نعم نعم, نعم تجاوز 400 مشارك، وتم تقديم أكثر من 60 ورقة عمل في المؤتمر. المؤتمر تطرق إلى المواد اللافلزية بشكل عام، ولكن دخل باختصاص في قطاع الطاقة. نعم. وفي قطاع التصنيع، والتوجه الآن بما أن التوجه في سلطنة عمان نحو الطاقة المتجددة، هذه المواد راح يكون لها تأثير كبير في طرق توصيل المنتجات من منشآت الطاقة المتجددة إلى نهايتها أو إلى
مصدرها أو إلى نطاقها الخارجي. جميل جدا. هبة الله، يعني هذا المؤتمر حسب ما عرفت وقريت أنه يقام كل سنتين، وتم اختيار سلطنة عمان لتكون مقرا لهذا المؤتمر. لماذا تم اختيار السلطنة؟ تم اختيار السلطنة لأنه هو التوجه الحالي حول الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، بحيث أنه هذه المواد اللافلزية تسهم بشكل مباشر في التقليل من انبعاثات الكربون، وتسهم أيضا في الطاقة المتجددة بشكل عام. تمثل السلطنة حلقة وصل بين هذه الشركات المصنعة والشركات الرائدة في هذا المجال. عندنا هنا شركات، نتكلم عن شركات النفط والغاز طبعا. أيوة. نعم. عندنا هنا شركات مهتمة جدا بهذا المجال، فلذلك تم استقطاب الأشخاص ذوي الخبرة والمهتمين بهذا المجال من أجل عرض خبراتهم والاستفادة من التجارب والاطلاع بشكل عام على التطورات الحاصلة في هذا المجال، لاستخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها بشكل مباشر. نعم، عندنا جميل. في السلطنة عندك إضافة أستاذ أحمد؟ نعم. في طبعا بما أنه التوجه في السلطنة نحو الطاقة المتجددة، طبعا الاستخدام العام للمواد الآن، نضرب كمثال مثلا أنابيب نقل النفط والغاز، هو المواد المعدنية أو الفلزية أو مثل ما نسميها نحن المواد الفولاذية. فالآن في أبحاث كثيرة، في دراسات علمية كثيرة تجرى لتوظيف المواد اللافلزية في مكان المواد الفلزية أو المواد الفولاذية، وهذا راح يضيف قيمة كبيرة. صحيح. من ضمن واحدة من الأشياء أو الفوائد المهمة لهذا التحول هي تقليل تكلفة الصيانة والفحص الدوري لهذه المواد. جميل. كون أنه المواد الفولاذية معروفة بمشكلة الصدأ والتآكل مقارنة بالمواد اللافلزية، فهذه المنظمة، منظمة حماية المواد والصدأ، قدرت في سنة من السنوات تكاليف أو خسائر مشكلة بسبب مشكلة التآكل إلى مليارات الدولارات. فهذا التحول من المواد الفولاذية إلى المواد اللافلزية راح يقلل هذا الخسائر بشكل كبير جدا. نعم، وحسب أيضا ما عرفت من خلال متابعتي لمجريات هذا المؤتمر إن السلطنة، سلطنة عمان، أيضا يعني تعتبر من الدول المتقدمة من حيث استخدام شركات النفط والغاز لهذه المواد، المواد اللافلزية. نعم. صحيح. نعم بالضبط. نعم. بدأت بعض الشركات في سلطنة عمان في قطاع النفط والغاز في استخدام هذه المواد منذ عام 1985، والرحلة لا زالت مستمرة. أكيد. فقط مسألة تبديل أو تغيير المواد المستخدمة حاليا واستبدالها بالمواد اللافلزية، هذا قد يأخذ الكثير من الوقت والكثير. صحيح. من التجارب والدراسات. نعم، يعني هذه الدراسات وأيضا البحوث والاهتمام الكبير بالمواد اللافلزية في قطاعات النفط والغاز، اليوم الشرق الأوسط صار أكثر اهتماما بها، يمكن كان الاهتمام عالمي لكن اليوم الشرق الأوسط صار أكثر اهتماما بها، لماذا مهندسة هبة الله؟ هو الآن اتجهوا أكثر لهذا المواد لأنها تسهم اقتصاديا بشكل مباشر على خفض التكلفة. نعم. وأيضا لما لمعيشتها الطويلة، بحيث أنه استبدال المواد اللافلزية مقارنة مع المواد الفلزية، فترة المعيشة تكون للمواد اللافلزية أكثر، فمشكلة التآكل أيضا تكاد تكون نسبيا يعني أقل بكثير عن المواد الفلزية. فالاتجاه حاليا حول هذا المواد للتكلفة والأسباب الأخرى. نعم، أيضا يعني وإحنا نتكلم عن استخدام هذه المواد اللافلزية
في مختلف القطاعات وأبرز شيء في قطاعات النفط والغاز، هل من تحديات لاستخدام هذه المواد أستاذ أحمد؟ بالنسبة للتحديات هي تكمن في مسألة تأهيل وتطوير هذه المواد تحت المعايير والقياسات العالمية. فقد يكون بعض الأحيان أنه بعض هذه المواد اللافلزية قد تأخذ بالأشهر أو بالسنوات للخضوع لاختبارات تأهيلية لتطبيقها أو لاستخدامها فعليا في منشآت النفط والغاز. نعم. هذه واحدة يمكن من أكثر التحديات، ولكن هذه المؤتمرات هدفها إيجاد حلول لهذه التحديات وإيجاد تقنيات متطورة لتقليل هذه المدة الزمنية. صح. ولتطبيق هذه المواد اللافلزية بشكل فعال. جميل جدا، احنا بداية نشكركم على جهودكم خلال الفترة الماضية في الإعداد لهذا المؤتمر اللي كان على مستوى دولي، وأكيد خرج بتوصيات كثيرة، نتمنى ونرجو أن ترى النور وأن تكون السلطنة سلطنة عمان من الدول السباقة والرائدة في استخدام هذه المواد اللافلزية في قطاعات المختلفة وبالأخص في قطاع النفط والغاز. كل الشكر لكم، نورتونا في من عمان الأستاذ أحمد بن عبد الله اليحيائي أمين سر جمعية حماية المواد والأداء فرع سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وأيضا كل الشكر للأستاذة هبة الله بنت حميد الجابرية عضو جمعية حماية المواد والأداء، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، نورتونا في من عمان. إذن مشاهدينا الأحبة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج من عمان، يتجدد اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.